كيف تكتشف وجود انحراف عمود فقري لدى طفلك؟ وإيه العلامات اللي تدل إن طفلك عنده انحراف في العمود الفقري؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اطفالنا في كل مكان. معكم دكتور عبد الله عابدين، بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعه القاهره، ومعيد بكليه العلاج الطبيعي جامعه الاهرام الكنديه. النهارده الحلقه الثالثه من سلسله انحراف العمود الفقري لدى الاطفال. لو اول مره تشوف فيديوهات لينا، انصحك تشوف السلسله بالكامل علشان تستفاد منها وتقدر تبقى ملم بالموضوع بشكل كافي. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن متى يبدا انحراف العمود الفقري في الظهور، واللي قبلها عرفنا يعني انحراف عمود فقري وايه انواعه. والنهاردة الحلقة الثالثة من سلسلة انحراف العمود الفقري للأطفال، واللي هنتكلم فيها عن إزاي أكتشف وجود انحراف عمود فقري لدى طفلي، أو إيه العلامات اللي المفروض أشوفها على طفلي فأعرف إن عنده انحراف للعمود الفقري. الشرح الكرتوني الموجود في هذا الفيديو مأخوذ من سيتنج سكوليوز ستريت على اليوتيوب، وطبعاً إحنا استخدمنا الشرح ده علشان يوفر علينا فكرة إن إحنا نبقى بنلقي كلام نظري بدون صورة عملية، فما يبقاش الشخص قادر يفهم الكلام اللي بقوله. أول حاجة السكوليوزس، وهنبدأ من فوق لتحت. اول حاجه الراس هلاقيها مش في النص، يعني ممكن الاقيها رايحه يمين رايحه شمال، مش هلاقيها في النص بالظبط. تاني نقطه ان احد الكتفين هلاقيه اعلى من التاني. تالت حاجه في الظهر ان هلاقي ان احد عظمتين اللوح فيه واحده بارزه عن التانيه. القفص الصدري مش هلاقيه مظبوط، هلاقي فيه جزء منه راجع لورا. وهي دي اللي ممكن بنكتشفها في اختبار كده، لما الطفل ياخد وضعيه الركوع هلاقي ان جزء من ظهره اعلى من التاني عند منطقه القفص الصدري، هو ده اللي بيأكد لي وجود انحراف للعمود الفقري. لكن خلي بالك، لو الاختبار ده كان سلبي مش معناه نفي وجود انحراف العمود الفقري، هو معناه ان الاختبار ده لو ظهر ايجابي يبقى فعلا في انحراف عمود فقري، انما لو كان سلبي فممكن يكون لسه في البدايات ولسه الاختبار ده ما بيظهرش فيه المشكلة. ولما ننزل شوية على منطقة البطن هلاقي ان وسط الطفل مش متصل، يعني من الاخر مش الجنبين زي بعض، هحس انه منحرف على ناحية، والحوض هيكون مايل مش هيكون مستوي. ولو جيت ركزت على ملابس الطفل دي هلاقيها غالبا كأنها متشعلقة أو مشدودة على جنب. على سبيل المثال لو هو عامل كده فهحس إن هدومه مشدودة كده. طبعا كل دي علامات بالنسبة للسكوليوزس. بالنسبة للكيفوزس فغالبا العلامة الشهيرة اللي احنا هنلاقيها، وعشان كده احنا ما رضيناش نشرحه تفصيليا، إنه غالبا هيبقى فيه أتب والشخص ده مميل لقدام. وهناك أسباب كثيرة لده هنذكرها في حلقة الأسباب إن شاء الله. طبعا دي مجموعة من العلامات اللي بتظهر في انحراف العمود الفقري لدى الأطفال، ولكن في نقطة مهمة انك قلت في الأول انه الانحراف العمود الفقري غالبا بياخد وقت وممكن ياخد سنين، فبالتالي العلامات دي ممكن تظهر بعد فترة كبيرة. ايه بقى العلامات المبكرة اللي اقدر اخد بالي منها والحقها قبل ما المشكلة تزيد؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى طبعا ما ننساش لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان تعم الفائدة، وما ننساش نعمل لايك لصفحة المركز، نشترك بجروب عليك طفلك بالمنزل، والبرنامج المنزلي المجاني هتلاقوه في حرف الاي اللي هيظهر فوق دلوقتي تقدروا تشوفوا تفاصيل عنه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في حفظ الله.